السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 5 او الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنشرح مع بعض يونت 1 وي بلانت اور فود. والنهاردة هنشرح ليسون 2 او الدرس الثاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا بعض الكلمات لازم نحفظها مع بعض. اول كلمة chickpeas، chickpeas او الحمص. ingredients، ingredients او مقادير مكونات. legumes، legumes البقوليات. digestive system، digestive system الجهاز الهضمي. producer، producers المنتجين. primary، primary اولي. tertiary، tertiary ما بعد الثانوي. ecosystem، ecosystem يعني نظام بيئي. seeds، seeds بذور. rows، rows صفوف. harvest، harvest حصاد. energy، energy طاقة. consumers، consumers مستهلكين. secondary، secondary ثانوي. decomposers، decomposers محللين. food chain، food chain سلسلة غذائية. farm، farm يعني مزرعة. fork، fork يعني شوكة. important، important يعني هام. recipe، recipe يعني وصف الطعام. such as، such as يعني مثل. كشري، كشري. حمص، الحمص. fruit، fruit يعني فاكهة. regularly، regularly يعني بانتظام. ملوخية، ملوخية. soup، soup يعني شوربة. vegetables، vegetables خضروات. cold، cold يسمى. lentils، lentils العدس. peanuts، peanuts فول سوداني. delicious، delicious لذيذ. meal، meal وجبة. family، family عائلة. should، should ينبغي. a while، a while يعني برهة من الزمن. locally، locally محليا. after، after بعد. عندنا طبعا الverbs هنا بhelp، helped، help يعني يساعد. helped ساعدة. enjoy، enjoyed يستمتع. check، checked يفحص، فحص. plant، planted يزرع، زرع. water، watered يسقي أو يروي، سقى أو روى. keep، kept، keep يعني يحفظ، يحتفظ. kept يعني حفظ. put، put يضع. take، took يأخذ، أخذ. عندنا بعض الـ prepositions والـ expressions تعبيرات وحروف جر. a group of يعني مجموعة من. make into يحول إلى. put into يضع داخل. turn brown، turn brown يتحول إلى اللون البني. work properly، work properly يعني يعمل بشكل مناسب. look green، look green يبدو أخضر. look healthy، look healthy يعني يبدو صحي. make a meal، make a meal يعني يصنع وجبة. هنا طبعا في الباراجراف اللي هنقراه مع بعض بيكلمنا عن الشيكبيز او الحمص. نبات الحمص ده اصحابي بنزرعه، طبعا البذور بتاعته دي بناكلها في الكشري وفي حمص الشام، وبناكلها في وصفات كتيرة قوي احنا عارفينها كلنا. النبات ده، البذور دي، السيدز دي ممكن نستخدمها ونزرعها في الارض تطلع لنا نبات الحمص، وممكن ناكلها زي ما احنا بنعمل دلوقتي. بيكون شكلها في الاول اخضر، بيكون لونها اخضر، بعدين بتتحول للون البني بعد ما المزارعين بيقطفوها ويحفظوها عندهم، بتتحول للون البني، turn brown او بتتحول للون البني. هكلمنا هنا عن chickpeas او عن الحمص، وازاي هو مش فاكهة ومش خضار، هو بينتمي لمجموعة طعام اسمها البقوليات. البقوليات دي زي العدس وزي فول السوداني وزي الحمص وزي الفاصوليا واللوبيا، حاجات كتيرة جدا. اسأل ماما وبابا هيقولوا لك عنهم. البقوليات دي منها الشيكبيز او الحمص. فتعالوا نقرأ مع بعض ونشوف الكلام الجميل اللي هو هيقوله لنا. فبيقول لنا هنا from farm to fork، from farm من المزرعة، to fork للشوكة يعني من المزرعة للشوكة بتاعتك اللي بتاكل بيها على طول. فهنا بيقول لك أشرف grows chickpeas، أشرف بيزرع نبات الحمص. chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kosheri and hummus. هو من المكونات الهامة، important ingredients in many recipes يعني في وصفات طهي كتير زي الكشري والحمص.
chickpeas أو نبات الحمص aren't a fruit or vegetable. هو ليس فاكهة وليس خضار. They belong to a group of food called legumes. هو بينتمي لمجموعة طعام اسمها البقوليات legumes. Other legumes البقوليات التانية are lentil and peanuts. Lentils اللي هو العدس وpeanuts اللي هو الفول السوداني. Chickpeas الحمص are a healthy food. هو طعام صحي. They can help you to keep your digestive system work properly. وبيساعد ان انت تخلي الجهاز الهضمي بتاعك شغال بشكل مناسب. The chickpeas that you eat الحمص اللي انت بتاكله are the seeds هو البذور of the chickpeas plant الخاصة بنبات الحمص. This is how you grow chickpeas. دي الطريقة اللي انت بتزرع بيها للchickpeas and make them وكمان بنعمل منهم into delicious meals وجبات لذيذة. طبعا هنا في كلمات تانية برضو لازم نحفظها كويس قوي. هي خاصة بحاجة اسمها الفود تشين او السلسلة الغذائية. هنعرف يعني ايه فود تشين او سلسلة غذائية دلوقتي، بس المهم ان احنا نعرف الكلمات. عندنا هنا كلمة caterpillar. caterpillar يعني دودة. beetle 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 يعني خنفساء. eagle eagle يعني نسر. fox fox يعني ثعلب. camel camel يعني جمل. grass grass يعني عشب حشائش. animals animals حيوانات. large large كبير. triangle triangle مثلث. date palm date palm نخلة. lizard lizard سحلية. snake snake ثعبان. fungi fungi فطريات. egret egret أبو قردان. sun sun الشمس. wheat wheat القمح. insects insects حشرات. nutrients nutrients مواد غذائية. ground ground earth. rain rain مطر. هنا طبعا عندنا provide يوفر يمد يزود. provided في الباست وفر مد زود. وشو showed وضح يوضح. get got يحصل على في present والpast. get يعني يحصل على. got حصل على. طبعا عندنا ال prepositions وال expressions حروف جر وتعبيرات هامة. زي give back. give back يعني يعيد يرجع حاجة كانت تاخدت قبل كده. at the start of في بداية. زي ما قلت لكم ال food chain اهي زي ما احنا شايفينه قدامنا هي السلسلة الغذائية. طبعا ال food chain او السلسلة الغذائية بتتكون من ال producer او المنتج اللي هو ال plants او النباتات. اول حاجة في الطبيعة حوالينا بتدينا غذاء هي البروديوسرز او النباتات او المنتجين، يعني زي الويت وزي الديت بالم. دول بنسميهم بروديوسرز او منتجين اللي هي البلانتس زي الويت وزي الديت بالمز. طبعا البروديوسرز او المنتجين دول بياخدوا الانرجي اللي هم محتاجينها عشان يكبروا منين؟ من الصن او من الشمس. يعني هم الغذاء بتاعهم بيجيلهم من الصن او من الشمس. الانرجي اللي هم عايزينها بتجيلهم من الصن او من الشمس. طب دول البروديوسرز او المنتجين اللي هم البلانتس. بيتغذى عليهم بعض الحيوانات والحشرات الصغيره زي الكاتربيلر والبيتلز. الكاتربيلر والبيتل او الدوده والخنفساء دول بنسميهم برايمري كونسيومر. برايمري كونسيومر او مستهلك اولي. ليه اولي؟ لان هو بيستهلك البروديوسر على طول او بياكل النباتات على طول، ما بيحتاجش ياكل حاجه تانية غير البلانتس او النباتات. فدول بنسميهم البرايمري كونسيومر او المستهلك الاولي. دول لما بيمشوا في الطبيعه بيتغذى عليهم حد تاني. دول ليه سميناهم برايمري كونسيومر؟ لان زي ما قلنا هم بيتغذوا مباشره على البروديوسر او على المنتجين او اللي هو البلانتس او النباتات. ودول بيتغذوا عليهم ليه؟ علشان ياخدوا الانرجي بتاعتهم من البلانتس او النباتات. ما بيقدروش ياخدوا الانرجي بتاعتهم منين؟ من الصن. فعلشان كده بياكلوا النباتات، وعلشان كده سميناهم primary consumers او مستهلكين اولينيين. زي ما قلنا هم ماشيين في الطبيعة وفي الايكو سيستم النظام البيئي بيقابلوا كائنات تانية بتتغذى عليهم بتاكلهم هم، زي الليزرد والسنيك
الليزرد السحلية والسنيك الثعبان، ودول بياخدوا الانرجي بتاعتهم لما بياكلوا البرايمري كونسيومرز دول. ليه؟ لان هما ما بيقدروش برضو ياخدوا الانرجي اللي هما عايزينها من الصن او من الشمس، ودول بنسميهم سكندري كونسيومر او مستهلك ثانوي، المستهلك الثاني، وده ما بيستهلكش البلانتس او النباتات، هو بياكل البرايمري كونسيومر زي ما احنا شايفين قدامنا. وهم ماشيين في الطبيعة برضو بيقابلوا كائنات اكبر منهم زي الفوكس وزي الايجل. الفوكس والايجل دول بنسميهم تيرتايري كونسيومر او مستهلك ثالث في الدرجة الثالثة، ودول برضو بياكلوهم علشان يحصلوا على الانرجي بتاعتهم ويعيشوا ويكملوا حياتهم. التيرتايري كونسيومر او المستهلك الثالث ده لما بيموت بيتحلل في التربة عن طريق حاجة اسمها الفنجاي او الفطريات. لما بيتحلل في التربة في الارض، كائنات الفنجايز دي او الفطريات دي بتحللهم وتخلي جسمهم يتفك للعناصر الغذائية الاولانية تاني علشان تقدر ترجع للنبات ويتغذى عليها، يمتصها من التربة وياخد طاقة من الشمس فيكبر ويبقى ايه، نبات كبير، وبالتالي الكائنات التانية تقدر تتغذى عليه مرة تانية. فالفنجايز دي او الفطريات دي بنسميها ديكومبوزر او محلل، لان هو بيحلل الكائنات الميتة ويخليها ترجع للعناصر الاولية بتاعتها اللي بتقدر النباتات تمتصها من الارض وتاخد طاقة من الشمس علشان تكبر وتقدر تساعد في فود تشين او في سلسلة الغذاء مرة تانية. فهي دي الفود تشين زي ما قلنا، بتتكون من بروديوسر او منتجين، وبعدين primary consumers مستهلكين اولانيين، secondary consumers مستهلكين ثانويين، tertiary consumers مستهلكين في الدرجة الثالثة. كلهم لما بيموتوا الفنجايز او الفطريات بتعمل لهم decomposing، لانها هي الديكومبوزر او اللي بتحلل الكائنات الميتة وترجعهم للارض تاني، وبالتالي البلانتس او النباتات تقدر تمتص العناصر الغذائية دي من الارض مع انرجي اللي هي بتاخدها من الشمس او الطاقة اللي بتاخدها من الشمس، وبالتالي تفضل الفود تشين ماشية بشكل سليم وما يحصلش فيها اي خلل. فعلشان كده بيقول لنا هنا The sun provides energy for plants to grow، الشمس بتوفر الطاقة للنباتات علشان تنمو. Plants and trees are called producers، النباتات والأشجار بتسمى منتجين. Animals are called consumers، الحيوانات بنسميها مستهلكين. Primary consumers eat plants، المستهلكين الأساسيين بيأكلوا النباتات. Secondary consumers eat small animals and insects، المستهلكين الثانويين بيأكلوا الحيوانات الصغيرة والحشرات. Tertiary consumers eat large animals، المستهلكين من الدرجة الثالثة بيأكلوا الحيوانات الكبيرة. Decomposers أو المحللين give nutrients back to the ecosystem، بترجع العناصر الغذائية مرة تانية للنظام البيئي، زي ما قلنا بتحلل الكائنات الميتة وترجع العناصر الغذائية اللي في جسمهم للنظام البيئي مرة تانية، اللي بتقدر النباتات تمتصها من الأرض مع الطاقة بتاعة الشمس وتكبر وتفضل الفود تشين ماشية بشكل سليم. طبعا الفود تشين هنا بيدي لك أمثلة على الحاجات الموجودة فيها، البروديوسر أو المنتج زي الويت والديت بالم والجراس أو العشب، البرايمري كونسيومر زي الكاتربيلر والبيتل، السكندري كونسيومر زي الليذرد والسنيك، التيرتايري كونسيومر زي الفوكس والإيجل، والديكومبوزر زي الفنجاي. طبعا هنا في آخر جزء في لسون 2 بيقول لنا This is called a food chain، أو ده بيسمى سلسلة غذائية. It shows how plants and animals get their energy، بتوضح ازاي النباتات والحيوانات بيحصلوا على الطاقة اللي هم عايزينها. At the start، في البداية of the chain الخاصة بالسلسلة، we can see plants، احنا نقدر نشوف النباتات. These are called producers، هم بيتسموا المنتجين. They get energy from the sun، هم بيحصلوا على الطاقة اللي هم عايزينها من الشمس. Animals do not get their energy from the sun، الحيوانات ما بتحصلش على الطاقة بتاعتها من الشمس. Animals eat plants or other animals for energy، الحيوانات تاكل البلانتس او النباتات والحيوانات التانية علشان تحصل على الطاقة اللي هي عايزاها.
وتعالوا نحل مع بعض بعض الاكتيفيتيز على الجزء ده. فهنا بيقول لنا choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول لنا هنا أشرف grows، أشرف بيزرع chickens ولا milk ولا eggs ولا chickpeas. شاطرين طبعا chickpeas أو نبات الحمص. Chickpeas are an important nut in many recipes such as kosher. هو important ايه بقى؟ train ولا clothes ولا ingredients ولا fruit. طبعا important ingredient او مكون هام في recipes كتيرة او في وصفات طهي كتيرة زي الكشري. Chickpeas aren't، هو ليس a nut or vegetables. هو ايه؟ aren't a fruit ولا food ولا healthy ولا legumes. شاطرين aren't fruit or a vegetable. طيب chickpeas belong to a group of food called ايه بقى؟ limes ولا legumes ولا lemons ولا onions. شاطرين طبعا legumes البقوليات. belong يعني ينتمي الى طبعا group of food او مجموعة طعام بتسمى legumes او البقوليات. other legumes او البقوليات التانية are زي nut and peanuts. nut والpeanuts فول السوداني. mangoes ولا potatoes ولا onions ولا lentils. شاطرين طبعا lentils او العدس والpeanuts او الفول السوداني. chickpeas are not food. are ايه بقى؟ harmful ولا unhealthy ولا healthy ولا bad. شاطرين طبعا are healthy food او طعام صحي. chickpeas can help to keep your nut system working properly. بيساعد ايه بقى؟ ان جهاز اللي في جسمك اللي بيشتغل بشكل مناسب. الdigestive system ولا respiratory system ولا lungs ولا skin. شاطرين طبعا الdigestive system working properly او يعمل بشكل مناسب. هو بيساعد الdigestive system ان هو يفضل شغال بشكل كويس. طيب the chickpeas او الحمص that you eat اللي انت بتاكله are the nut of the chickpeas plant. are the nut ايه بقى؟ the leaves ولا seeds ولا roots ولا soil. نعرفنا ان هو السيدز او البذور بتاعت النبات التشيك بيز زي ما قلنا من شوية. بكده نكون اخدنا لسون 2 حلينا عليها كمان اكتيفيتيز. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.